إجانا كتير استفسارات وأسئلة، حابين نخلص من قلق التوجيهي سواء للطالب أو لأهل الطالب. لهذا السبب اليوم معنا الأستاذ أيمن الحاج، أخصائي البرمجة اللغوية العصبية، ليعطينا كيف الحلول، كيف نطلع من هالقلق. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكل الناس عم بتشوفنا. أهلا وسهلا فيك، زمان ما كنت عنا. ونحن بالفعل زي ما عم نحكي هلأ أنا وياك، كنا قبل شوي نتحدث أنا والأستاذ أيمن الحاج قدي الناس بحاجة دائما، يعني معلومات بيعرفوها الناس بس زي كأنهم بحاجة لحدا يذكرهم فيها. نعم بالضبط. صحيح. صحيح. قبل ما ندخل على قلق التوجيهي وسبق كيف نطلع منه، لأنه حضرتك يعني الوسيلة اللي بنتحكي فيها واللي هي البرمجة اللغوية العصبية، لو هيك نختصر شوي شو هي البرمجة اللغوية العصبية؟ طيب هذا أستاذ أيوة بقول للطالب أنا عاوزك بعد الحصة. قال له ماشي أستاذ، مر علي على المكتب. راح علي على المكتب، هو داخل عنده على المكتب فلقى الضوء عنده اللمبة محروقة. قال له فيك تغير لي اللمبة؟ قال له ولا يهمك يا أستاذ جاهز. طلع حواليه هيك ما لقاش سلم. قال له ما في سلم يا أستاذ، كيف أوصل اللمبة؟ قال له بسيطة، أنت زي ابني، تعال اطلع على كتافي هلا وعلى طول ركب اللمبة. قال له ماشي، طلع على كتافه عشان يركب اللمبة. فطول هذا الطالب وهو ماسك اللمبة فوق، الأستاذ يعني بيقول له شو بتعمل؟ شو قصتك؟ ليش من لهلا؟ قال له يا أستاذ أنا جاهز بس أنت لف فيي حتى اللمبة تركب. هذا برمجة. هذا برمجة، هو تبرمج على سلوك، على فكر معين في البيت. فالبرمجة اللغوية العصبية هي اللغة اللي أنا سمعتها أثناء الترباية من بداية الولادة ولغاية خلينا نقول لغاية يعني سن 16-17 لما تعديت المراحل اللي هي المدرسة والأصحاب والإعلام وهكذا. فهو تبرمج بهاي الطريقة. إذا عاوزين إحنا نغير هذه المفاهيم وهي المعتقدات بدنا عاد نبدأ في برمجة جديدة بمعتقدات جديدة بأفكار جديدة بطرق جديدة، أكون شخص مرن للدرجة اللي أسمح لنفسي إن أخذ شيء جديد وأتعلمه وبعد هيك تتحسن وتتطور حياتي. هذا ما يخص البرمجة اللغوية العصبية. لذلك أي حدا عاوز يغير من ابنه، يغير من حد معين عنده، بده يبدأ يشوف اللغة اللي هو بتعامل معها أو بتعامل مع فيها. هذه البرمجة اللغوية العصبية بالمختصر هيك. طيب هلا نحن اجانا كثير استفسارات انه مشان الله شوفوا لنا شيء يساعدنا للتوجيهي. هلا في قلقين، هم قلق الاهل مرات بيكون اكثر من الاولاد وقلق الاولاد. نبلش بقلق الاولاد. اوكي، هلا عاده كثير بيصيبهم قلق، واللي بخافوا اكثر شيء الاهل انه حتى مش بالضروره بس توجيه اي امتحان، بخافوا الاهل انه لما يجي يقدم الامتحان قلقه راح يخرب عليه. شو لازم يعملوا؟ تمام، اول شيء القلق كذبه كبيره. كذبه كبيره عشنا فيها نحن. اي حد صابه شويه اضطراب في ساعه تقديم الامتحان، ما كانش هو اصلا مستعد للامتحان، اجى عند وقت الامتحانات وبلش يشتغل ويشد على حاله فصابه قلق. مزبوط. هذا القلق ده بيجي من المستقبل والخوف من الماضي، فصابه عمليه توتر واحباط وهو قاعد محله. نحن والله هذا عنده قلق، والله ابني بقلق، والله هذاك بقلق، زدنا الموضوع. اي شيء انت بتفكري فيه بيطلع عنده طاقه. الطاقه لما بتزيد لعدد كبير من الناس، ولطالما انه انا كمان ما بكتفي بهي الطريقه، لا بروح برضه بعمل اعلام عن هذا الموضوع. فانا من خلال اعلام بقول ما في شيء اسمه قلق امتحانات، في شيء اسمه اعاده تنظيم وترتيب للاشياء اللي انت بدك تعملها دائما. والقلق دائما طاقه عباره عن اشعاعات من الجسم. هلا البيت اذا بتتكلم عن مثلا دور البيت في الموضوع، هن بيجيبوا القلق لابنهم. إذا مش الآن بحس إنه لازم يقلق. أيوة، يعني يفترض عشان أنا أتخلص من هذا الموضوع وهاي الخزعبلات بسمعها أنا دائما من وجهة نظر البرمجة اللغوية العصبية، من وجهة نظرنا إحنا كمدربين في البرمجة، إنه هذا ماشي ما بنآمن فيه. إحنا بنآمن إنه في شيء لازم يتزبط، في شيء لازم نشتغل عليه حتى نكون إحنا مستعدين دائما لأي شيء بالحياة. بيجينا شيء من الرهبة، نعم الخوف اللامنطق إحنا بنسميه، بس هو لازم يجينا زي الشيطان لما يجي للواحد يوسوس له في دماغه فكرة معينة. إذا أنت طردته ما تطوش يعني مجال انه يتغلغل في دماغه وتفكر فيه، خلاص هو حيوقف ويروح ويقول لك بعدين هذا زي مش قادر له، فبيستمر هو في تطور حياته. لكن فكره القلق اتمنى انه من اللحظه هي اقول لا انا بصيبني حاله معينه ببدايه الدراسه، بس كان يسبقها اول الاستعداد لهذا الموضوع. طب شو يعمل يعني هلا؟ ما هو اذا اجيت حكيت لشاب هلا او صبيه بالتوجيهي مثلا، بقول لك انه هذا التوجيهي بده يحدد مصيره، شو بده يدرس، شو انه هاليوم اوكي، شو تقول له يعني خطوه خطوه؟ يعني هو متعود يقلق، يعني صار له قديش صار له 10 سنين بده يقلق. لا تخاف. شو اقول له يعني ايش بتقول له؟ شو الخطوات اللي يمشي فيها لما يقلق؟ كويس، لا تخاف، هدي نفسك بالاول، طبطب على نفسك، اذا فيش حدا طبطب عليك طبطب على حالك انت، هدي حالك شوي، ابدا حط جيب قلم وورقه واكتب انا من شو خايف،
وشو اللي قلقني يكتبهم. أيوة عشان يشوف تطلعها من اللاوعي للوعي. هلا الخوف بيجي في اللاوعي مش منطقي. فلما أنا أمنطقه وأقعد أشوف بالضبط أنا إيش خايف بقدر أحله. طيب إذا كتب على ورقة طيب هلا إحنا معنا اتصال بس قبل بدي أسلسل الأفكار. كتب على ورقة أنا خايف كذا كذا كتبها بعدين خلاص لما أي شيء يتضح قدامك وتشوفيه بتقدر تتعاملي معاه صار صفة سهل بقدر أحله. لكن طالما هو بعيد عنك مش هتقدر تتحليه. فإن نتعلم المواجهة لأي موضوع بيصير معنا نواجهه نحاكي نأخذ ونعطي في الوضع نشوف حلول تانية نشوف ناس بتفهم. طيب يعني هو بدل مثلا متخيل حاله بده مثلا يزفت بالامتحان او هذا الكلمه اللي بيستعملوها راح ازفت خايف ازفت خايف ازفت yeah. شو يقول برمجه احنا حكينا برمجه يغير غلط هلا يغير برمجته لا انا فيني وانا بقدر وبستطيع اني انا ارتب اموري واجهز نفسي تماما وابدا بشيء اسمه احنا عندنا استراتيجيه الحرب في الدراسه. هلا دائما الناس او الاباء بيقولوا بالضبط روح ادرس يا ابني خليك في الغرفه تطلعش برا هذا كله غلط. طب خلينا ناخذ حنان وتكمل لنا عن هاي اوكي لانه نحن فتحنا الاتصالات معنا حنان بعدين رح تخبرنا عن استراتيجيه الحرب بس اول ناخذ في الدراسه في الدراسه مش ناقصنا حروب اوكي. صباح الخير يا حنان. حنان يمكن تاخرنا عليها. هلو راحت. طيب خلينا نحكي عن استراتيجية الحرب في طيب. الدراسة شو هي؟ سيدتي إذا سمحتي بالأول خلينا نعمل شيء مبادئ معتقدات الرسخة عند كل طالب هلا للتوجيه أو لكل طالب هلا في المرحلة الدراسية. أول شيء لازم تتبنى معتقدات جديدة بمعنى إنه أي شيء أي حد في العالم بقدر وصل لشيء معين أنا بقدر أوصل له إذا ركزت على نفسي وأوجدت الرغبة والدافع والحافزية إن أعمله. فدايما شوف نفسك إشي كتير كبير لا تعيش دور الضحية ألا وتعبانة ومش قادرة وهذا الموضوع مش عارف أحفظه مش عارف أفهمه الرياضيات صعبة الإنجليز صعب هذا كله كلام غلط. المطلوب إنه أنت تفهم أنا في عندي مثلا حاجة معينة مش عم بفهمها أوكي بروح عند حد بيفهم هذا الموضوع. والناس نوعين نوع منطقي بيفهم في المنطق ونوع بيفهم بالخيال. الأستاذ في المدرسة إذا يعرف إنه الطلاب نوعين عندي أنا في ناس بالمنطق والحسابات شاطر في ناس لا في من خلال بقدر أنا أستفيد منه بالمتعة والمرح والرسم والأشياء التخيلية بستفيد منه. إذا علمونا زمان يعني أنا واحد كنت زمان في المدرسة رياضيات مثلا ما كنت بحبها لسبب إنه الأستاذ ما كان يعطيني الطريقة الحلوة دائما حامل بتذكر وهلا في مخيلتي ماسك العصا الصغيرة وادرس يا ابني واحفظ يا ابني حتى ما كانش ابني كان مسميات أخرى تقال لنا لكن إحنا عشان التلفزيون لاحظي كيف؟ فهذا هنا مشكلة يعني الطريقة اللي أنا تعلمت فيها تخزنت في دماغي في صورة غلط فمباشرة سلوك حيطلع من عندي أنا ما بدي هذا الموضوع. طيب عشان هيك عاوزين إحنا لا طريقة مختلفة بالتدريس بالتعليم نهيئ الأستاذ نعلمه هاي الأمور اللي لازم يتعلمها حتى يعطي لابننا ويفهم إنه الناس أنواع مش نوع واحد تركز عليه في التعليم بس هذا هو. إذن لازم تحط قناعة جديدة في دماغك إنه أنت أي شيء بدك إياه بتوصل له. هاي واحدة وبقدر أنا أجتاز مرحلة التوجيه وأقدر أعمل كل شيء إن شاء الله. أيوة. اثنين أنت المسؤول بدك تفهم عن النتيجة اللي حتصير لك بعدين بمعنى اللي أنا فيه هلأ نتيجة أعمال وأفكار أنا بشتغل فيها عشان تغير من الوضع اللي أنت فيه. إذا هو مش عاجبك وضعك مثلا يعني بدك تشتغل على وضع جديد معرفة جديدة ناس جديدة أفكار جديدة تبدأ تبحث يعني هذه لازم تفهم من هاي مسؤوليتك أنت تأخذها بإيدك وتمشي فيها. الإشي الثالث ما في إشي اسمه فشل حتى لو غرقت حتى لو تعبت حتى لو نزل معدلك حتى لو سقطت حتى لو شو مكان مش آخر الدنيا. بدك تفهم إنه ناس العظمة صار فيهم هيك مشاكل فقوتهم وخلتهم يمشوا لقدام وشد حيلهم وقدر يجتاز وقدر يعمل إشي. وعلى فكرة لو بتراجع التاريخ كتير كويس ما في سوري يعني حد مبسوط كتير ماديا قدر يوصل لإشي معظمهم من القاع طلعوا ليه بس كان في عنده إرادة جوا إنه بالفعل أنا بدي هدفه حوصله وأي شيء قدامي شفته من تحديات حاجتازها حتعامل معها وحوصل ما في حدا بوقفني. إذا كان هي عندك المعتقدات شكرا أنت قدرت توصل هلا لا للتوجيه بخطة أو الحرب أو الاستراتيجية اللي أنا هقول لك عليها هلا كمان شوي إذا بتحب تأخذ شيء. لا ما عناش وصلت كنت أشوف كومنتس على فيسبوك بس لا أحكي لنا يلا كمل. طيب بالعادة هلا بخطة الحروب دائما بيعملوا إيش؟ عبد الرحمن تعبئة بالأول بيعملوا تعبئة. عبد الرحمن ناخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. أهلا وسهلا. حضرتك طالب ولا أب؟ لا طالب أنا. يلا يا عبد الرحمن تفضل. الله يبارك فيك أستاذ بدي أسألك سؤال. تفضل. الآن يعني الواحد إذا حط في باله إنه بده يجيب 100% بيقدر يجيب؟
ضروري انك تحط في بالك 100%. علشان ايش؟ اذا طلبت اطلب الجنه الاعلى، اذا اطلب الفردوس الاعلى مشان تجيك الجنه، مشان يجيك 90 اطلب 100، ما تطلب 80 انا بس بدي انجح واعدي. لا، دائما خلي طموحك عالي، فشو ما اجى بعد هيك تحت هذا الموضوع حتكون انت عنه راضي. شكرا استاذ. تسلم حبيبي. شكرا عبد الرحمن. في هون عنا بس نخلص الاستراتيجيه، لانه عبير بتقول القلق كل شيء بتقلق، لو جايها ضيوف بتقلق، لو هذا خلينا نكمل تاع التوجيه بعدين بنكمل، لانه راح يكون معنا الاستاذ ايمن الحاج لعده اسابيع نتناول كثير مواضيع لها علاقه بالبرمجه اللغويه العصبيه ان شاء الله. استراتيجيات طيب. الحرب في طيب. بالبدايه شو بيعملوا هن عاده؟ بيعملوا تعبئه، مزبوط، بيرفعوا الهمه المعنويه، نحن رايحين من أجل 1 2 3 4 5 حنعمل الاستقلال وحنعوز على كذا ونبدأ، تمام؟ إذا التابع مطلوب عند الطالب، بمعنى أنه يبدأ هو يعبئ نفسه، يهيئ نفسيته. كيف؟ أنا إيش عاوز من الدراسة بتاعتي هاي؟ يسأل حاله السؤال، أنا شو؟ أنا بدرس عشان شو؟ عشان شو؟ أنا بدرس عشان إيه؟ لازم يفهم. اثنين، طب أنا ليه بدرس؟ لوين بدي أروح؟ شو بعد هيك عمل؟ طيب إذا خلص بهدول الإجابتين وبدأ يحط إجاباته، كل ما كتر الإجابات ليه هو عاوز يجتاز مرحلة التوجيه ويخش الجامعة وبعد هيك يطلع لقدام شوي، إذا كتر الأسباب كل يوم حتلاقيه من الساعة 5 الصبح هو قايم يدرس. ليه؟ لأنه صار في هدف، والمخ ما بتحفز إلا على الأهداف. أعطيه هدف بقوم له، بس ما في هدف مش حقوم. أوكي، ناخذ اتصال أم أحمد ونكمل. أم أحمد ألو، مرحبا. صباح الخير، كيف حالك؟ هلا، صباح النور. أهلا وسهلا يا أم أحمد من جرش. أهلين. أم جرش، تفضلي. بدي أسأل، بنتي شاطرة كثير بالمدرسة، بس الامتحانات كثير متسرعة، والمعلمات حكوا لي إنه لازم تلاقي حل لمشكلتها، لأنها بتضيع حالها كثير يعني هيك علامات. طيب، هي شو؟ بتقلق بالامتحانات؟ لا، متسرعة كثير يعني بتجاوب بسرعة كثير. طيب اوكي، اسمعي معانا ام احمد، هاي الاستاذ ايمن الحاج عم بكمل استراتيجيه، فاذا هي هلا بالمدرسه انت احفظي مشان تقولي لها. تفضل. انا بدي اقول شغله، الناس عارفين بالضبط ايش وجعهم، ومع ذلك مش عم يشتغلوا عليه. انا بعرف حالي بتسرع، شو مطلوب مني؟ اهدي، مش هيك؟ يعني بتسرع، اعطيني حل. ما بعطيكش حل، الحل عندك انت، ما تتسرع الحل. هدي حالك. القلق عكس القلق، شو فيه؟ في هدوء، مش كده؟ هدوء نفسي مقابل قلق. طب اهدى يعني قلق اخف، فهمنا. دائما احنا في البرمجه ست راندم. أيوة. يعني هذا بتذكر كثير بقول اطلب ماذا تريد وليس ما لا تريد. انت بدكش القلق، كويس، فهم. انت بدكش القلق، فهمت انا. طب ايش بدك؟ بدي اهدى. طب ما تهدى، ابدا اشتغل على هدوءك، يعني ابدا شوف ايش اللي بيهديني. هل لقاء مع حد معين بهدى منه؟ حلو. يعني شو اللي بيهديك انت؟ ابدا شوف وين بروح، وين بعد. انا موسيقى يمكن اسمعها. موسيقى بتهديك؟ اهدى. الجو الغرفه بيهديك؟ هدي. تقعد جنب حد معين حلو؟ اهدى. بحكي تليفون؟ بهدى. اهدى، ما عندي مشكله بشيء. انا هلا حاجيكي هلا بالخطوه الثانيه كثير حلوه. بحيث انه انا هاي بالخطوه الاستكشافيه، هلا انا بالخطوه التعبئه. هلا عم بتقول لي التعبئه انه كل ما كتب الطالب، نرجع لهذيك اسباب اكثر للانجاز اللي بده يحققه، معناته صار متحمس للهدف. تمام، اوكي، حلو. ايوه، معناته نعطي اولادنا هوم ورك، سوي هالواجب. ايوه يعني. ايش عاوز يا حبيبي؟ بلش تحاكي بهذا الاسلوب. حلو. طيب، لانه المنطق منطق ما بضبط لك، في حد ثاني لازم تعطيه مشاعر وحب ودفء وحنان وحضن عرفتي كيف؟ بزبطش بس يلا ادرس، يلا اشتغل، يلا كذا، يلا كذا. هذا كله كلام منطق. اوكي، انا بفهم، لان زلمه كبير صرت هلا وصرت منطقي اكثر من ما انا اكون مشاعري او عاطفي. لا، هدول اطفال واولاد وبعدهم لسه بهذا السن بحاجه لهذا الموضوع للدفش فنصيحه لكل اب لكل تمجيه. ام انها تشتغل بهذا الموضوع احسن لها. هلا اكمل اول خطوه التعبئه. كمل التعبئه وبعدين بناخذ اتصال وبنحكي الخطوه الثانيه. كمل التعبئه، ما عنده مشكله. طيب، اذا قلنا ماذا اريد، دائما حط اسئله قدامك، ماذا اريد ولماذا اريد. طيب كيف انا هلا عم بشتغل فيها؟ طيب اين ومتى؟ يعني الزمان بدك ترتبه انت، والوقت ودارة الوقت، وهي الامور كلياتها تتبرمج حالك انه من الساعه كذا للساعه كذا. لماذا اريد؟ وباي وقت انا بكون انشط؟ انا هلا وين بتكون طاقه عندي عاليه؟ الصبح، الظهر، المساء، نص الليل، ما بعرف، كل واحد هو بيقدر يفهم نفسه وين تركيزي بكون عالي. انا ابدا شوف نفسك، شوف حالك، احفظ حالك. طيب هلا المكان، انا المكان حروح له لازم يكون مهيئ جاهز، كرسي مريح، إضاءة مريحة، تهوية مريحة، في الغرفة فيها ريحة حلوة، فيها عطر، ما تقعد في مكان سيء. يعني المشكلة الناس بتروح تلعب بأماكن معينة كل أنواع الراحة موجودة، لما بيروح بدرس
كل انواع التعاسة موجوده، كرسي يا دوبك قادر يحمله بتهزهز وبزقزق، الطاوله ابصر ايش مالها قالبه، الهواء مسكر عليه، ريحه الغرفه صار زمان مش مهويه، يعني حكايه. ولذلك عشان تطلع انت من هذا الموضوع هيئ المكان عشان نفسيتك ترتاح، ريح نفسيتك في المكان. لازم افهم بالزمان. حضر المكان وحضر الزمان وجدوله، بعدين شوف ليش عم تدرس وايش بدك بالضبط، ايش هو هدفك. والشيء الثالث الشيء الخامس انه كيف من خلال هلا الاستطلاع اذا بتحب تاخذي ناخذ ام ايمن ناخذ ام ايمن ام ايمن راحت ام ايمن يلا معلش نعيد ثاني بتقدر تعيد الاتصال بتقدر يعني انا بعتذر لام ايمن بس لانه الاستاذ ايمن عم بحكي هيك تسلسل افكار فام ايمن اذا بتحبي ترجع تتصلي فينا مره ثانيه اذا هم خمس خطوات نقول للاولاد يتبعوهم تمام وبعدين بالاول تذكري معي قلت بالاول على المبادئ اعتقادات بدرس استخه يقول انا قادر وبقدر اسوي وبقدر اعمل الكلام الفاضي اللي بضل اقول لحالي بقدرش وبعرفش والماده هذه كذا والماده لا في حلول في طرق ممكن انت تتجه لها وتحاكينا حتى انا ما عندي مشكله بدك اياها هلا بعد هيك بعد ما اسس انا هيدي المبادئ في دماغي وابدا اقوم بالفعل بنشاط عالي وحماس عالي ببدا بشوف هاي الاستراتيجيه اول شيء قلت انا لازم تعرف بالضبط انت ايش عاوز لوين وين حتروح والمكان تهيئه كتير كويس زائد الزمان انك ترتب وقتك الاشي الثاني الاستكشاف هلا بيجي بشتغل في الماده في الكتاب انا حاخده وادرس فيه انا حدو سلم مثلا ماده الرياضيات او العربي او الانجليزي او اي ماده انت بدك اياها هلا دائما في الحروب شو بيعملوا هن استكشاف استطلاع تمام بيستطلعوا الاشياء وين اشياء مهمه ايش اهم شيء بالكتاب العناوين الكذا عرفت كيف بيبدا هو بشوفها بيرك بيعمل يعني اجمالي بيمسك الكتاب بشكل اجمالي لانه المخ اللي على اليمين هذا بيشتغل بالاجمالي مش واليسار بيشتغل بالتفصيل فأنا إجمالي بعدين تفصيل بعدين إجمالي تكون وضعك كتير تمام في عملية الدراسة إذن هاي الخطوة الثانية استكشاف أشوف الكتاب أحدد شغلات النقاط المهمة فيه أخذ العناوين وكتير يا ريت لو الشخص اللي بيشوف العنوان التايتل اللي فوق هذا بحط عليه علامة سؤال ماذا يعني مثلا اللي هو الفصل اللي فوق ما معنى هذا اسأل مخك العقل دائما وأبدا بيبحث عن قلت لك عن الأهداف طالما أنت سألت العقل الباطن هيبدأ يبحث لك عن إجابات هذا الإشي الثاني الإشي الثالث هلأ أنا عملت تهيئة نفسية نفسية بعدين أخذت التهيئة هلأ اللي هي إن شاء الله العقلية نكمل ولا في تلفون لا نكملها المرة الجاي طيب نكمل المرة الجاي نكملها المرة الجاي لضيق الوقت فأستاذ أيمن الحاج اللي ما قدرنا ناخد اتصالاتهم ويكمل الموضوع كيف إنه نتغلب على قلق الامتحانات رح يكون معنا الأسبوع القادم لنحكي بالتفصيل أكثر وبأجوبة أكبر شكرا بتفصيل أكثر شكرا أستاذ أيمن الحاج أهلا باي باي.